في بلة بيت لهيا شمال قطاع غزة قام يوسف وعائلته بتنظيف قطعة أرض صغيرة من تحت الأنقاض وحاولوا زراعة الخضروات للتخفيف من مشكلتهم في انعدام الغذاء. تنبت الآن في ساحة صغيرة لعائلة يوسف مجموعة من الخضروات منها الفلفل والباذنجان والتي يقول يوسف إنها خياراتهم الوحيدة. قمنا بتنظيف وإزالة الركام والردم أنا وإخوتي وتم تنظيف هذا المكان وحصلنا على الأشتال والبدور من المحاصيل التي تم تركها سابقا والتي جفت بفضل, بفضل استمرار الحرب وعدم الوصول إليها فأخذنا هذه البدور وهذه الأشتال ثم زرعناها في هذا المشتل البسيط وأنتجنا عدد منه والحمد لله قال يوسف أنه قبل اندلاع الصراع كان لديه وعائلته حوالي هكتارين من الأراضي كانت تضم اربعين الف نبته من المحاصيل الزراعيه لكن الغارات الجويه والعمليات العسكريه الاسرائيليه المتواصله حولت حقول العائله تلك الى ارض قاحله وبسبب عدم امكانيه الوصول الى الامدادات الانسانيه من المجتمع الدولي الى جانب الصراع الذي طال امده يواجه انتاج يوسف الزراعي تحديا كبيرا فقد اصبحت المياه والاسمده وغيرها من موارد الانتاج الزراعي الضروريه شحيحه للغايه. لكن يوسف وعائلته اختاروا المثابره. ويقولون ان اصرار هذه المحاصيل الزراعيه في هذه البقعه الصغيره من الارض على البقاء يجسد امل العائله في البقاء على قيد الحياه. كنا نعيش اصعب انواع المجاعه، لم يكن اي نوع من المقومات الاساسيه التي يمكن أن نعيش عليها كالدقيق والبعض الخضروات أو الفواكه أو اللحوم كانت غير متوفرة بالرغم أنه ظروف صعبة وقصف واستهدافات مباشرة في هذا المكان أو في الأراضي الزراعية إلا أننا يعني أصرينا على البقاء وعلى الزراعة وعلى الإنتاج فاليوم أنا كيوسف مثلا كرب أسرة مثلا بدي أزرع هذه الشتلات أهتم فيهم وأنتج فيهم وأعيش منهم لأنه هذا الأمل الوحيد صار